لو جاينا صلاح، اهلا بيكي في كاميرا سيئة. بيك اهلا بيك. نجاح كبير ليكي على السوشيال ميديا، كلميني وانت بتعيشي اصداء النجاح ده، وموجوده النهارده كمان في مهرجان ضيافه للتكريمات. قد ايه التكريم كمان بيكون مهم للناس اللي حققوا اشياء تستحق التكريم؟ اكيد في اي مجال التكريم بيبقى تشجيع وريكوجنيشن، او ان انت بتبقى حاسس ان الشخص ده انجز حاجه فبتشجعه وبتقوله احنا شايفينك. فانا مبسوطه ان انا موجوده في مهرجان كبير زي ده، بيشوف الممثلين، بيشوف الناس اللي عملوا انجازات وبيكرمهم. فانا النجاح على السوشيال ميديا ده مهم، لان الناس بتفتكر ان السوشيال ميديا موضوع سهل، بس السوشيال ميديا عايز كل يوم تصحى تبقى مكرس حياتك لصناعه المحتوى، مش حاجه سهله زي ما الناس بتفتكر. بقينا بنعيش في عصر مليون ميك اب ارتست، ازاي قدرتي تنجحي وسط مجال فيك ناس كتير بتحاول انها تشتغل، وازاي قدرتي تنجحي وتثبتي نفسك فيه، وازاي شايفه النجاح كمان ده بيجيب لك يعني متابعين وفولورز بيتابعوكي وبيامنوا برسالتك كمان؟ بص، انا بدات از ميك اب ارتست، وبعد كده بقيت صانعه محتوى، ودلوقتي اي موديل كمان. مش شايفه ان الشخص في اي حاجه ممكن تحجمه، انت تكتشف نفسك وتدرس وتتعلم حاجه جديده وتبطل حاجه مش عاجباك وتبدا في حاجه عاجباك اكتر. يعني الشخص اللي حاطط نفسه في قالب وفاكر ان هو ده القالب اللي لازم يبقى فيه، لا، ده مش حقيقي. انت كل ما هتكتشف نفسك كل ما هتكتشف ان فيك حاجات انت ما كنتش تعرفها عن نفسك. بس فانا بحاول على قد ما اقدر اتعلم، لسه مخلصه ورشه تمثيل، حسيت انه لا، يعني انا دلوقتي في مرحله ان انا بكتشف اكتر ايه الحاجات اللي كنت ممكن اعملها، والوقت او الظروف ما كانتش مخلياني اقدر اكتشفها. قد ايه بتشوفي ان المراه العربيه مظلومه في حين انها قويه وبتقدر تحقق اهدافها؟ لا، هي بص، احنا اتطورنا قوي في الحته دي، والتطور في ان زمان كان الست واخده فكره معينه عن نفسها بتعمل حاجه معينه، لا، دلوقتي المراه العربيه عالميا بقى في مودلز عربيات، بقى في ممثلات بياخدوا جوائز عالميه، زي مثلا منى شلبي، شيز ماي فيفورت، اكتر ممثله بحبها في الدنيا، اترشحت لايمي اواردز. فلا، دلوقتي المراه العربيه بدات تثبت نفسها، هم بس يطلعوا وما يخافوش ويقولوا رايهم، واحنا على الرايت تراك. اي حد بيكون عنده حساب على السوشيال ميديا او عنده انترنت فور فري، شايف ان هو يقدر يجادج ويكتب كلام عن الناس، شايفه ازاي ممكن نعمل ده وانت بتواجهي ده؟ لا، انا بواجهه بان انا عارفه قيمه نفسي. كنت في الاول بتاثر، كان ممكن كومنت وحش ما يخلينيش انام الليل، بس دلوقتي انا بعطف على الشخص ده، بحس ان هو حرام مش راضي عن نفسه، فبدل ما يطلع يتعلم حاجه ويطلع في حياته ستيب فوق، بيحاول ينزل الناس لتحت. فالنقد البناء، يعني مثلا لو حد قال لي رجاء احنا مش متعودين عليكي مثلا في المحتوى ده، اعملي لنا محتوى كذا، ده نقد بناء عادي، ما لازم برضو اقبل النقد. لكن لو نقد هدام بتاع شكلك وانت اصلا مش عارفه ايه، والمفروض ما تطلعيش على السوشيال ميديا عشان شكلك مش عارفه ايه والكلام ده، انا بقيت بشيله من دماغي، وبالعكس بيثبت لي ان انا متشافه، ان انا عامله حاجه الناس حباها وبستمر اكتر.